وظيفة مضمونة المصرية للاتصال تعلن عن فرص عمل. هناك عدد كبير من الشباب، إناث وذكور، حديث التخرج أو متخرجين منذ مدة، يبحثون عن فرص عمل، وذلك ليكون لهم دخل ثابت يغطي تكاليف حياتهم. وخلال البحث يكون هدف هؤلاء الشباب الحصول على وظيفة دائمة ومستقرة، أو كما نقول بالعامية ميشيل، هم أنهم يستغنوا عنه في أي وقت، وذلك بسبب عدم استمرار نشاط المكان. وفي هذا السياق وفرنا لهم ما يبحثون عنه، فرص عمل مضمونة 100% من شركة المصرية للاتصال والتي أعلنت عن حاجتها لموظفين يشغلون الوظائف الأتية: وكلاء دعم فني Technical Support Agents. الشروط: Technical Knowledge، وجود خبرة. CCNA Certificate Knowledge is a مقع. أن يكون المتقدم مقيم بمحافظة القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، قنا. مستوى الإنجليزي جيد جدا. لا يزيد عمر المتقدم عن 33 سنة. إجراء المقابلات أونلاين. التقديم من هنا Technical Engineers for Enterprise Account. الشروط: خريج كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة. مستوى اللغة الإنجليزية جيد جدا. CCNA Certificate is a مقع. CCNP Knowledge of PFM PL BGP is a مقع. الحد الأقصى للعمر 27 سنة. يتم إجراء مقابلة أونلاين بعد التقديم وملء الاستمارة. التقديم من هنا.